منطقة باجو التي تبعد 37 كيلومترا شمال غرب العاصمة سيول كانت مسرحا لتدريبات مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، وهي تدريبات تحاكي حربا في المناطق الحضرية بمشاركة نحو 500 جندي إضافة إلى دبابات وطائرات مسيرة لتعزيز واقعية التدريبات. لقد كان الجيش الكوري الجنوبي ممتازا أثناء التدريبات، حيث قمنا جميعنا بالكثير من العمليات المشتركة القابلة للتطبيق على أرض الواقع. الجانبان قاما بعمليات هجومية ودفاعية في ساحة التدريب، كما عملا على تعزيز القدرات العملياتية المشتركة على مستوى الكتيبة. كان التدريب فرصة ثمينة للتحقق من مدى الانسجام الحاصل بين قواتنا والقوات الأمريكية. أنا فخور جدا بالجنود الكوريين الجنوبيين والأمريكيين الذين أتقنوا المهارات القتالية المناسبة للمناطق الحضرية وتغلبوا على كل العوامل بما فيها موجة الحر والأمطار الغزيرة. وتهدف كوريا الجنوبية من تدريباتها المشتركة مع الجانب الأمريكي إلى مواجهة التهديدات المتزايدة من الشمال المسلح نوويا في وقت اعتبرت فيه بيونغ يانغ كل هذه التدريبات بمثابة تمارين لعملية غزو، وحذرت مرارا من أنها ستتخذ إجراءات صارمة ردا على ذلك.